أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كثيرا ما نسمع بممثل مسرحي يتحول إلى التلفزيون أو العكس، لكن هل سمعت بشعراء يتربعون على عرش المسرح؟ في الحقيقة لا خالد، لكن أتصور أنها ستكون تجربة متميزة. في سنة 2021 التقت مجموعة من الكاتبات والكتاب الفلسطينيين، التقوا ليخوضوا معا تجربة عمل جماعي، واختاروا موضوع البيت، بحثوا عنه من عدة مداخل فكرية وثقافية وأدبية، كتبوا نصوصهم النثرية والشعرية وطوروها معا ليتدربوا بعد هذا طبعا على أدائها معا، ثم راحوا يجربون جميعا أو جمعها في عرض أدبي ومسرحي أخرجه الفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا. بالفعل هذا العمل المسرحي من إخراج كامل الباشا، أما من كان على الخشبة فهم الشعراء إياد برغوثي، رجاء غانم، علي قادري، علي مواسي، وفردوس حبيب الله، ومحمود أبو عريشة، ومي كالوتي. ومشينا معا إلى ذات المستشفى القريب الذي رأيت أنت منه هذا البيت، والذي فيه أنا رأيتها يومها. يومها نظرت من ذات الشباك وقلت لها: هذا بيتك. فكرة العرض بشكل عام هو دمج الأدب والمسرح. الفكرة تبعت الموضوع تبعت الثيمة تبعت العرض طلعت من المجموعة، مجموعة الكتاب وكاتبات فلسطينيين اللي التقينا، تبحثنا بالعلاقة بين الأدب والمسرح، الأدب والجمهور، فأخذنا ثيمة البيت وبحثناها، وكل كاتب وكاتبة كتب نصه عن تجربته مع البيت بحرية تامة. أنا لا أخاف أن يدخل البيت أحد في غيابي، أنا أخاف أن يهرب شيء ما من أيام سجنه الطويلة هنا. أنا الحكواتي عن حكاياتي. في هذا العرض إحنا حاولنا إنه نفتح هاي البيوت، وهي عبارة عن صناديق مغلقة وأسرار، إحنا حاولنا نفتحها ونورجيكم ايش في جواتها، رغم كل الفوضى اللي فيها ورغم الاشياء الجميله كمان، يعني كمان حبينا نورجيكم جانب اخر. رجاء شفتي الاوراق اللي جبتهم امبارح بالليل؟ مش عارف وين ايدي حطتهم. انا اليد السحريه في هذا البيت، اشفق احيانا على هذه اليد المدمات من كثره التعب، اراضيها واتحسسها وكانني اعتذر لها عن هذا المصير. اشتغلت معهم على أساسيات المواجهة مع الجمهور، اشتغلت معهم على أساسيات في الصوت، في الحركة، في العمل الجماعي، وبعدين مع بعض أنا وياهم بنينا العرض اللي أنت شفته. كيف أعود إلى البيت؟ الصور الجميلة اللي شفناها في المشاهد، اختيار الأغنيات اللي بتفصل ما بين المشاهد، الألوان تبعت الديكور وملابس الممثلين، هالقد بسيطة بس هالقد عميقة ودلالتها كبيرة. لا أخفيك سرا، تحمست بعد هذا العرض من شعراء على المسرح إلى فكرة مذيعين على المسرح. تشاركي؟ ممكن جدا، يعني الإنسان ممكن يطرق أبواب لا يعتقد أنه ممكن أن يبدع فيها، لكن الحقيقة إحنا شاهدنا ممثلين وكأنهم متمرسين ومحترفون. أنا متأكد بأنه عهد ستكون محظوظة لأنها صاحبة تجربة مسرحية. على كل هي تجربة جميلة ومتفردة مشاهدينا الكرام لشعراء وكتاب على خشبة المسرح، طبعا تجربة غير مسبوقة.
نعم بالفعل، وخاصة أن العمل مثل ما شاهدنا ترجم تناسقا كبيرا على خشبة المسرح، وإحنا نتحدث عن شعراء وكتاب يعني ذهبوا إلى هذه التجربة المميزة وهم كلهم متمرسين. طبعا هذه هي التجربة مشاهدينا الكرام. نسعد بأن يلتحق بنا من مدينة حيفا الفلسطينية الشاعر والكاتب علي مواسي. سيد علي مواسي، أهلا ومرحبا بك، شكرا على قبول دعوة برنامج ضفاف. بداية حدثنا عن هذه الفكرة الجميلة، فكرة مسرحية بيوت، وكيف اجتمعتم أو لماذا اجتمعتم على موضوع البيت؟ مساء الخير وتحية لمشاهدي التلفزيون العربي. يعني كان المحرك الأساسي رغبتنا إنه نرجع نلاقي اللقاء ما بين الأدب كوسيط جمالي والمسرح كوسيط جمالي، ورد الأدب لواحد من أصوله وجذوره اللي هو لقائه مع المسرح. فنين اللي على مدار تاريخ الإبداع البشري تطوروا مع بعض، ساعدوا بعض في إنهم يحققوا وجودهم وتقدمهم في مختلف الحضارات. وإحنا حبينا إنه الأدب يتجسد على الخشبي ويكون أقرب للناس، وكمان إحنا نوسع تجربتنا الكتابية بنقلها من مستوى النص والكلام الشفاهي أو المقروء لمستوى إنه نعيش ما نكتب بوسائط مختلفة أخرى، والاستفادة من مختلف أشكال الفنون وبرؤية إخراجية يشرف عليها مهنيون ومختصون في المسرح. وكان طبعا على رأس الفريق الأستاذ الفنان الكبير كامل الباشا اللي هو آمن بمبادرتنا وبفكرتنا كجماعة، واشتغل معنا بطريقة مكثفة على إخراج العرض اللي كان أول عروض في مدينة يافا، واللي راح يشهد كمان عدة عروض في مختلف المدن الفلسطينية، إن كان في أراضي 48 أو في القدس أو في الضفة الغربية. نعم علي، هل كان لديكم مخاوف معينة من خوض مثل هذه التجربة؟ يعني المزج أو القدوم من الحقل الشعري والكتابة إلى المسرح، وأيضا لتقبل فكرة تقبل الجمهور لمثل هذا العمل؟ طبعا هذا النمط من الأعمال اللي هي الفرجوية غير مألوف كثيرا في الثقافة الفلسطينية عموما وفي الإنتاج الإبداعي العربي. ومن هون كون إن عدم مألوفية هذا الشكل من الإنتاج هو حد ذاته تحدي، لأنه إحنا مش جايين من عالم المسرح وما بنعرف تماما المتطلبات الضرورية للوقوف على خشبة المسرح. وإننا نشتغل إحنا كفريق، يعني نحكون إحنا كنا فريق كبير من سبع كاتبات وكتاب على الخشبة، كيف إنه نخلق عمل جمالي متجانس متقن بيستجيب للشروط الجمالية والإبداعية الضرورية اللي هي كمان تليق بالجمهور الفلسطيني اللي هو يعني كمان جمهور هالقد متمرس في التلقي الإبداعي. فهذا كان تحدي كبير في إنه نخلق تجانسنا كجماعة، وكمان نتحرر من الرقابة المفرطة على أنفسنا ونكون أكثر عفويين وقادرين إن نجيب نصوصنا على الخشبة. لكن الهدف الحقيقة اللي إحنا كنا ساعين له هو عم بيحركنا، هو كان البوصلة تبعتنا طول الوقت والدافع تبعنا، هو إيماننا إنه إحنا بدنا نقدم نموذج عمل في الثقافة الفلسطينية، نموذج عمل اللي هو بيركز على جماعية الجمال أو الجمال الذي في الجماعة. طبعا وهذا أستاذ علي مواسي هو تحدي كبير، سواء تعلق الأمر بالجمهور كما قلت عمل في مستوى طموحات الجمهور، وأيضا في مستوى الأسماء التي تغادر أو تخوض تجربة من الشعر إلى المسرح. طبعا كل تجربة ناجحة أكيد تفتح الشهية لتكرار التجربة، هل تفكرون في هذا أستاذ علي؟ التوجه حاليا أنه إحنا نخوض تجربة العروض عرض بيوت ونعرضه في عدة أماكن، نلتقي في الناس، نقدمه للناس،
نشوف ردات الفعل، لأنه كمان هذا الوسيط اللي يختلف عن القراءة أو التلقي اللي هو من النص إلى المتلقي مباشرة، إنك أنت في هون تواصل مباشر مع الناس، فطاقة النص وطاقة العمل تكون مختلفة. بعد هاي الجولة في أمل كبير إنه إحنا نستمر، وإنه كمان أنا طموحي شخصياً وطموح المجموعة إنه هذا النموذج من العمل الجماعي لإتاحة الجمال وصناعة الجمال الإبداعية إنه يتحول لنموذج عمل عام، لأنه في الأدب تحديداً الغالب على الصناعات والإنتاجات هو أن يكون العمل مرتبطاً بفرد وليس بجماعة. وإحنا هون النموذج المختلف اللي بنقدمه إنه إحنا حتى في مرحلة البحث والكتابة وتطوير النصوص والتحرير ومناقشة النصوص والتفكير فيها وتطويرها، هذا كله كان جماعي. يعني من أول يعني لم نأتي بنصوص جاهزة كما يفعل عادة، وأخذت هذه النصوص وأعدت مسرحيا لتمسرح، بل انطلقنا من فكرة أننا نرغب بأن ننطلق أساسا بنصوص من أجل عمل المسرحي. وهون كان الشيء المختلف، وإحنا بدنا هذا يتحول لنموذج عمل. ليش؟ لأنه كثير مهم إنه التجارب الأدبية إن كان فلسطينياً أو عربياً تكون قادرة على الاستثمار بالأدوات المختلفة والوسائط المختلفة والفنون المختلفة والمهارات المهولة الموجودة لإتاحة الأدب قدر الإمكان. نعم. بشكل أوسع. شكرا لك الشاعر والكاتب علي مواسي، كنت معنا مباشرة من حيفا، وتحية لكل فريق العمل.